طريقة الشجرتان المتكافئتان مستوى ثالث ثانوي النسخة الجديدة باك 2019. نحل أول تمرين من شعبة تفسير اقتصاد باك 2017. الشجرة المقابلة تنمذج تجربة عشوائية حيث A و B حادثتان، A بار B بار حادثتاهما العكسيتان على الترتيب. أولا أنقل الشجرة المقابلة. أول شيء هو تمرين باك. ثاني شيء الطريقة، طريقة شجرة متكافئتان. ثالث شيء قال أنقل. نقلنا الشجرة. أكمل الشجرة. نكملها. هذا زائد هذا يساوي الواحد. هذا زائد هذا يساوي الواحد. هذا زائد هذا يساوي الواحد. احسب الاحتمالات الآتية. احتمال A تقاطع B. A تقاطع B الاحتمال تاعو. المسار الأول ماذا يساوي؟ يساوي هذا في هذا، احتمال A في احتمال B، علما أن A قد وقع 35 في 45 ويساوي هذا. احسب احتمال A تقاطع B بار. A تقاطع B بار. A تقاطع B بار المسار الثاني. كيف احسب هذا العدد؟ بنفس الطريقة السابقة، هذا في هذا يساوي هذا. الجزء الثاني احسب الاحتمالات الآتية. احتمال B، احتمال B يسموه دستور الاحتمالات الكلية، واحتمال A علما أن B قد وقع، احتمال A علما أن B بار قد وقع. ثم يقول أنقل وأكمل الشجرة المقابلة. أولا نبدأ بنقل الشجرة لأن طريقة الشجرة المتكافئتان تجد النتائج هندسيا من خلال الأشجار. ما هو المطلوب؟ إذا الجواب الأول والثاني استخدمنا الشجرة الأولى، والاحتمال B سنستخدم الشجرة الثانية. الشجرة الأولى والشجرة الثانية اسمهما الشجرتان المتكافئتان، لأن الأوميغا تساوي A اتحاد A بار كما تساوي B اتحاد B بار. المطلوب هذا العدد، هذا العدد يسمونه دستور الاحتمالات الكلية. كيف أجده؟ أجده بالشجرة الثانية. كيف أجده؟ البي موجود هنا وموجود هنا. نحسب العدد هنا بنفس الطريقة السابقة، هذا في هذا يساوي هذا. البي موجود هنا وموجود هنا، أجمع هذا زائد هذا أضعه هنا. الاحتمال البي A تقاطع B، A بار تقاطع B، A بار تقاطع B، هذا زائد هذا يوضع هنا. المطلوب احتمال A علما أن B بار قد وقع، علما أن B قد وقع، معناتها العدد الذي يوجد هنا. كيف أجد العدد الذي يوجد هنا؟ بطريقة الشجرة المتكافئتان كيف أجد هذا العدد؟ عندي B تقاطع A هو نفس A تقاطع B. إذا هذا العدد نفس هذا العدد. هذا في هذا يساوي هذا. هذا ماذا يساوي؟ هذا تقسيم هذا. نكتب بهذا الشكل. احتمال A علما أن B بار. احتمال A علما أن B بار يبحث عن هذا العدد. بنفس الطريقة كيف سأجد هذا العدد؟ أحتاج إلى هذا وإلى هذا. من هذا؟ B بار تقاطع A. B بار تقاطع A هو نفس هذا العدد. وهذا العدد من هو؟ هو واحد ناقص هذا العدد. هذا زائد هذا يساوي الواحد.
الآن سهل، هذا في هذا يساوي هذا، هذا كم يساوي؟ هذا تقسيم هذا. نكتب بهذا الشكل، انقل وأكمل الشجرة المقابلة. الشجرة هذه ينقصها رقمان، هذا زائد هذا يساوي الواحد، هذا زائد هذا يساوي الواحد، وينتهي التمرين. الفكرة ما هي؟ الفكرة أن هناك نظرية تسمى نظرية الشجرتان المتكافئتان، وهذا أول تطبيق لها. انتهى الفيديو.